بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا اخوان السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. امطار الخير راح تتساقط الان على مدينة بركان، وانا متواجد الان في حي بوجير، حي الفرح رسميا، وحدات الديبو ديال بوغرارة اللي كيبيع مواد البناء. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، خيرات كدايا. الحمد لله رب العالمين، هاد الشتا هادي جات مباشرة من مور ديك العجاجة اللي فاتت على مدينة بركان وجداو النواحي. الحمد لله جات فوقتها، تغسلت الاجواء وتغسلوا القلوب ديال الانسان. بنادم كي تشوف فيه يبان لك فرحان، الحمد لله كل شيء مع الشتاء الخير معاها. الشتاء تاخرت بزاف، كان الانسان قنط كاع من الرحمه ديال الله. طيب الله تعالى ان لا يجعلنا من قانت، اللهم لا تجعلنا من قانتين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. صدق الله العظيم. شوفوا الخير ديال سيدي ربي، والحمد لله الامطار زعما جات فوقتها اللي غادي تنفع الاشجار وتنفع المزروعات، واللي ان شاء الله غادي تعمر السدود. العمده على السدود هي كل شيء. كنا نشربوا الماء في بركان الماء مالح ديال مولاي علي اللي كيجي بالشويحيه، لان السد ديال محمد الخامس راه نقص اكثر من اكثر من النص، اكثر اكثر اكثر، ما بقى فيه والو غير التراب. نتوب الله تعالى العام يمشي هكا زين، تكون فيه التساقطات ديال الامطار ان شاء الله، ونتوب الله تعالى يعطينا الثلوج، لان الثلوج هي اللي كتفيض العيون والانهار وكتملا السدود. وحنا توحشنا الثلج، نطلع الوزعب ان شاء الله وعين المعاود ثاني نصورو تما شي فيديو مع الثلوج. اخوان شكرا لكم بزاف على المتابعه، نطلب بكم باش تبارطاجيو الفيديوهات اللي عجبوكم وتشجعونا. هذا الشيء على مقدينا، هذا اللي شفناه هذا راه حنا كنصوروها وكان نبارطاجيوها معكم. قبلوا بينا صافي. يلا الخوت السلام عليكم وشكرا بزاف بزاف، الله يعاونكم وتبقوا على خير. يلا السلام عليكم.